إنني فتاة في 27 من عمري وقد أصبت بالوسواس في الصلاة والوضوء، وأنا في 17 من عمري تقريبا، وما زلت أعاني منه حتى أنني كنت دائما أتمنى أن يعافيني الله أو أن أموت، فأنا أكبر ولا أحس أني نطقت بالتكبير، وأقرأ الفاتحة ولا أشعر بأنني قرأتها، وأشك في عدد الركعات، وكذلك الأمر بالنسبة للوضوء وفي قراءة التحيات، وأنا أعاني معاناة لا أعلمها إلا الله. أرجو من الله ثم منكم توجيها النصيحة المفصلة لعل الله أن ينفعني وينفع كل من ابتلي بهذا الداء. أقول إن الوسواس ابتلي به كثير من الناس، نسأل الله العافية. ودواؤه أمران: الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان يريد أن يكدر على الإنسان صفو عبادته، ويريد أن يفسدها عليه، حتى أدى الوسواس ببعض الناس إلى أن يترك الصلاة نهائيا، لأنه يقول: إذا أردت أن أصلي أكاد أنفجر، أكاد أنفجر من الضيق، فأدى به الأمر إلى أن لا يصلي والعياذ بالله. فالوسواس من الشيطان، ودواؤه أمران كما قلت: الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الأمر الثاني الإعراض، ينتهي الإنسان عن هذا ويعرض عنه ولا يطع الشيطان. مثلا توضأ، قال له الشيطان: إنك لم تنوي، لا يلتفت لهذا، انتهى وضوء يمشي يصلي. توضأ، قال له الشيطان: إنك لم تتمضمض، لم تستنشق، لم تصل يدك مثلا، كل هذا يعرض عنه ولا يعيد الغسل مرة ثانية، يستمر في وضوءه حتى يكمله، وهذا لا يستغرق 5 دقائق، ثم يصلي. دخل في الصلاة، قال له الشيطان: إنك لم تنوي، لا يوافق عليه، لا يوافق، لأننا نعلم علم اليقين أنه لم يأتي إلى مكان الصلاة إلا وهو إيش؟ قد نوى، إلا وهو ناوي. ولذلك كان من الخطأ أن الإنسان إذا أراد أن يصلي قال: اللهم إني نويت أن أصلي، أو إذا أراد أن يصوم قال: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل. ما حاجة لهذا. قام رجل يصلي في هذا المسجد، مسجد الحرام، فأراد أن يكبر، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله عز وجل خلف إمام الحرم. هذه قيود متعددة. فلما أراد أن يكبر قال له الذي إلى جانبه: اصبر يا أخي، باقي عليك. قال: ايش باقي؟ قال: التاريخ، قال: اليوم والشهر. فعلى كل حال النطق بالنية لا وجه له. أتعلمون الله بدينكم؟ أتعلمون الله بما في نفوسكم؟ إنك ما أتيت إلى مكان العبادة إلا لتعبد الله. فعلى كل حال إذا قال لك الشيطان للإنسان وهو يصلي: إنك لم تنوي، يتركه، يستمر في صلاته، فقد نوى بلا شك. وهنا مسألة مهمة: إذا أتيت إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد ودخلت في الصلاة وأنت ناوي الصلاة، لكن غاب عن ذهنك أن تنوي أنها الظهر مثلا أو أنها العصر، فلا يضرك هذا شيئا، ما يضر، لأنك إنما أتيت في هذا الوقت لتؤدي الفريضة في هذا الوقت، ولا حاجة للتعيين. وهذه تقع كثيرا، ولا سيما إذا دخل الإنسان والإمام راكع وأسرع بعض الشيء، فإنه سوف يغيب عن ذهنه أنه نوى الصلاة الفلانية. وفي هذا القول، وهو قول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، فيه توسعة على الناس، وفيه طرد للوسواس أيضا، يعني أن الوقت هو الذي يعين المفروضة. طيب، كذلك أيضا إذا أتاك الشيطان في أي عمل من العبادات فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعرض عن هذا وتلهى عنه وتشاغل عنه، ومع الممارسة يزول.
لكن بعض الناس يقول أنا إذا أجبرت نفسي على هذا الشيء أخرج من الصلاة وكأنني لم أصلي، ماذا نقول له؟ نقول ما يخالف، أخرج من الصلاة وأنت تعتقد أنك ما صليت، ما يضر. نعم. تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا مسلمة والحمد لله، أصلي وأصوم، ولكن المشكلة عندي في الوضوء، ينتابني الوسواس الذي يجعلني أستمر في الغسل وطول الوقت أفكر في الآخرة والعذاب في نار جهنم، وأنا الآن خائفة جدا، لذلك أطلب من فضيلتكم أن توجهوا لي نصيحة حول هذا الموضوع. نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن ابتلوا بالوسواس وهم كثير، أن يعرضوا عن هذا الذي يقع في نفوسهم إعراضا تاما بعد أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس التي تكون في القلب من الشيطان. فمثلا الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه وغسل يديه وغسل مسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه، لا حاجة لأن يقول لعلي ما فعلت، خلاص مرة واحدة يكفي، مرتين أفضل، ثلاث مرات أفضل، أربع مرات إساءة. ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم يزد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه على ثلاث، فأدنى ما يسمح فيه فأعلى ما يسمح فيه للمرء في التكرار هي الثلاث ولا يزيد عليها. ربما يعمل الإنسان هذا العمل لكن لكونه موسوسا يكون قلبه يعصر وينتقع لونه ويقول ما أتممت، أنا لا أزال على حدث. أقول له نعم صلي ولو كنت تعتقد هذا، صلي ولو كنت تعتقد أنك لم تتوضأ، لأنك إذا أهمت الشيطان بهذا الفعل الحازم الجازم خنف مع ذكر الله عز وجل. هذا من أهم ما يطرد به الوسواس، العزيمة الصادقة مع الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والاستعانة به على الحزم، وأن لا يكفي الإنسان لهذه الوساوس، لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الطواف ولا في السعي ولا في غيرها. يذكر أن أحد العلماء رحمه الله وهو ابن عقيل من فقهاء الحنابلة أتاه رجل يستفتيه وقال له إنه تكون علي جنابة، فأذهب إلى الفرات أنغمس فيه للغسل من الجنابة ثم أخرج وأقول إن الجنابة لم ترتفع، فماذا ترى أيها الشيخ؟ أظن الشيخ فكر، جلس يفكر إن لم أكن نسيت، لكنه قال له أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي، كيف ألا أصلي؟ كان نعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون كيف يكون عليك الجنابة وتذهب إلى النهر وتنغمس فيه لترفع الجنابة عن نفسك ثم تقول ما تفعلت جنابه؟ حرجوا، فأرى لا تصلي. فتفطن الرجل لنفسه بهذه الكلمة من هذا العالم الجليل رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.